إذا دكتور، لاحظنا الأقسام يعني وتوزيعتها، وربما هذا أيضا ينبع عن فكرة أخرى أيضا بالنسبة لكم، وهي فكرة المستشفى الخيري الذي سيقام. لكن أيضا هناك يعني بعض الأسئلة المهمة التي طرحت أثناء الثورة، وهي مسألة كمثلا اختراقات النظام للمستشفى الميداني عبر أطباء، وما وذلك الطبيب الأردني الذي ظهر على الفضائية اليمنية وقال ما قال، وسمعت أنت أيضا ما قال. ما الذي حصل بالضبط في هذا الموضوع؟ الحقيقة هذه تصرفات ساذجة وتصرفات غبية من قبل النظام ومفضوحة، حتى أن يبعث بقضية الشاب الأردني، هو ليس طبيب، وأتانا وطلب مننا أن يدخل إلى المستشفى الميداني للمساعدة، وقالوا أنه إكس راي تكنيشن أو فني أشعة. ونحن طبعا بطبيعة الحال كانت هذه مستشفى ميداني تستقبل من كل مكان، لا نمنع أحد مهما كان، وكان نعرف أن النظام يرسل أيضا مخابرات للتجسس على أوضاع المستشفى الميداني وما الذي يجري وما الذي يحصل. كشفتم غير هذا الطبيب؟ نعم نعم، كان في أعداد لا بأس فيها. ما الذي كان يفعله؟ كيف كنتم تتعاملون معهم أيضا؟ ولا بكل بساطة نتركهم ونقول لهم جزاكم الله خير وعانكم الله على ما تعملوه، ما نعم لا نتعامل معهم بقسوة ولا بشيء. حتى يعني أقصد أنا الطبيب المخابراتي، ما الذي يمكن أن يضر المستشفى الميداني؟ لا يضر بشيء، هو كل ما في الأمر يحاول أن يفيد النظام، وهذا كان تصرفات وعقلية النظام المنحطة، حتى أن تأخذ أخبار عن المستشفى الميداني ومحاولة فبركة أخبار عن المستشفى الميداني، وأن هذه كلها فبركات، مع أنه كانت الكاميرات تقريبا معظم الوسائل الإعلام الخارجية تصور ما الذي يجري أمام سمع ونظر العالم كله، وكانت أعمال مفضوحة من قبل أجهزة الاستخباراتية للنظام. كيف تم فضح هؤلاء العملاء أو مخابرات؟ طبعا من خلال تصرفاتهم، وبعد أن خرجوا حتى أنا تواصلت مع بعضهم، قلت كيف تعملوها أو تقولوا مثل هذا الأخبار، كان يفضحوا أنفسهم ويقولوا نحن نعمل مع النظام ونحن مكلفين بمثل هذه الأعمال. وهو على كل النوعية التي أرسل فيها النظام، كانت شباب بسطاء لا يوجد عندهم أي أيضا هذه الدرجة من العلم، كانت كالشاب الأردني الذي صار يفتي في الطب وفي عمل الجراحة، هو فني أشعة ويقول أنه فني أشعة في البداية، وكان حتى يفتي في المتفجرات. المهم كما سمعتم دكتور، بعد جمعة الكرامة إلى أحداث القاع كان هناك الكثير من المظاهرات التي خرجت، أيضا كانت خطة أمنية بالإضافة إلى خطة طبية للتعامل مع المظاهرات، كيف كنتم تتعاملون مع هذه المظاهرات؟ الخطة الطبية كنا طبعا نعلم أو نعلم بأن هناك ستخرج مظاهرة بمئات الآلاف، ونحن نعرف الحجم العدد، وكان نخرج تقريبا بحدود 12 سيارة إسعاف توزع على طول المظاهرة في بدايتها وفي الربع الأول وفي الربع الثاني وفي الربع الثالث، وكان تقريبا توجد أيضا لدينا 2 سيارات إسعاف للنساء و10 للرجال، ونوزع الطواقم الطبية بطبيب و3 إلى 4 ممرضين مع المواد الطبية الإسعافية التي تلزمهم في أثناء المظاهرات لعمل إسعافات أولية حتى يصل المريض إلى المستشفى الميداني. وكانت تنجح هذه الخطة؟ وكانت ناجحة جدا، رغم ما كانوا يصابوا بالرصاص، وأصيبت كثير من سيارات الإسعاف بالرصاص، وقتل واستشهد علينا بعض الشباب من الطواقم الطبية. حينها كان هناك أيضا حادثة في حادثة عصر، اختطاف أيضا طبيبات. نعم حدثنا، كيف كان وقعها عليكم أنتم؟ كانت الطبيبات تخرج، كان هناك كان هذا في 19/4 تقريبا، 19/4 نعم هذا صحيح، طبيبات زميلات ومنهم طالبات طب خرجوا، كانوا كالعادة يخرجوا مع المسيرات لعمل إسعافات أولية، فتم استدراجهم من قبل أجهزة الاستخبارات للنظام، هذا مجموعة من البنات في الطواقم الطبية لإسعاف جريح
على أساس أنه من الثورة، وطلع أنه ليس من شباب الثورة، وكان من مخابرات لاستدراجهم إلى جانب الطريق. وعندما ذهبوا البنات بطبيعتهم الطيبة وإنسانيتهم لإسعاف هذا الشاب على في جانب الطريق، تم استدراجهم إلى السيارة وأخذهم إلى الأمن العسكري، الأمن المركزي. هنا وقع هذه الحادثة على وهي غريبة بالنسبة للمجتمع اليمني. وقع هذه الحادثة على عليكم أنتم في المستشفى الميداني، كيف تعاملتم؟ نعم، كانت كالصاعقة عندما سمعنا باستدراج وخطف البنات الطالبات والطبيبات من قبل الأجهزة الأمنية. حدثت مظاهرة في تلك اللحظة، حتى أن كنا نسعف الجرحى في يومها وننقل الشهداء إلى المسجد هنا في الجوار. والجميع عندما سمع الحادثة باختطاف البنات صار كل همهم في تلك اللحظة هو العرض والعار والاستخدام الطالبات والطبيبات كأداة لدى النظام للضغط بهم على 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 شباب الثورة. والجميع الحقيقة استنفر هنا، وكان تجمعوا والاستعداد للانطلاق إلى جهاز الأمن المركزي لإخراجهم من الأمن. ولكن تم التواصل بعدها مع الأجهزة الأمنية من قبل المسؤولين، وتم إطلاق سراحهم بعدها بساعات. هناك يعني بعض الجرحى اشتكوا من تعامل المستشفى الميداني، ما الذي حصل بالضبط مع الجرحى؟ هل فعلا القصور كان من المستشفى الميداني، ام ايضا الامكانات لم تكن تسمح لكم؟ اخي شوف، رضاء الناس غايه لا تدرك، والجريح من حقه ان يشكي ومن حقه ان يتالم. هو جريح قدم نفسه ضحيه لاجل الثوره ولاجل هذا الوطن، وكان يتالم، ووجود الامكانيات لا تسعفنا حتى نعطي الجريح حقه. لا توجد عندنا الإمكانيات، ولا توجد عندنا المستشفيات المؤهلة، ولا توجد عندنا المراكز المؤهلة زي كما قلت لك مركز التأهيل. ولهذا ظل فعلا الجريح ضائع بين المستشفى الميداني، وهذا نتيجة عدم وجود الإمكانيات. نحن في مستشفى ميداني الله يعلم قدمنا كل ما نستطيع، وأعتقد من خلال خبرتي في دول أخرى في مراكز الجرحى نحن قدمنا أكثر من اللازم، واستطعنا أن نحقق نتائج جيدة، ونحن راضين عن ما قدمناه. عندك إحصائية حول عدد الحالات التي استقبلتموها أنتم في المستشفى الميداني منذ بداية الثورة؟ نعم، استقدمنا عدد الحالات استقبلنا تقريبا 31,500 جريح من بداية الثورة حتى آخرها. نعم دكتور، في الدقيقة الأخيرة وفي كلمة أخيرة، في مستقبلا ما الذي يمكن أن يضيف أو ما الذي أضافه لك المستشفى الميداني في مسيرتك المهنية أيضا، وما الذي يمكن أن تقدمه أيضا لاستمرار عمل المستشفى وهذه الفكرة؟ المستشفى الميداني أضاف لنا شيء عظيم، قدر التضحية للوطن. أن هؤلاء الشباب خرجوا بأجسادهم العارية مضحين من أجل الوطن، من أجل التغيير، من أجل إنقاذ هذا البلد من الدمار الذي أحدثه هذا النظام والمخلوع علي صالح خلال 33 سنة. كانت التضحيات كبيرة، كانت الإرادة قوية، كانت الهمم عالية، وهذا هو صنع الأوطان، تأتي بهذه النوعية من الرجال والعقول الطموحة لبناء الأوطان. ولهذا يحدث عندك أمل أن الوطن اليمني بعد أن دمر علي عبد الله صالح بكل نواحي الحياة سيقام من جديد إن شاء الله بهذا النوع من الشباب المتحمس وعالي الهمم إن شاء الله. بالنسبة للمستشفى الميداني، نتمنى أن يكون هناك ذكرى لإقامة مستشفى في هذه المنطقة في مساحة التغيير، تكون ذكرى للثورة وتسمى بمستشفى شهداء الثورة اليمنية. أشكرك دكتور طارق نعمان على حضورك معنا وعلى شهادتك هذه، كما أشكركم مشاهدينا الكرام، وإن شاء الله نكون قد استطعنا أن نقدم نبذة بسيطة أو تاريخية عن عمل المستشفى الميداني. مشاهدينا الكرام، نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله مع حدث آخر،
ومع ايضا محور اخر من محور من محاور الثوره اليمنيه. حتى ذلك الملتقى، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.